مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه تغطية خاصة لمناقشة قضية الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشياتها بحق النساء العراقيات وبشكل ممنهج، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة خاصة مع عدم تعرض المتورطين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى المحاسبة والمساءلة في ظل غياب القانون وهيمنة الميليشيات على جميع مفاصل الدولة في عراق اليوم. وسيكون معنا خلال هذه التغطية في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. الله يحييك. وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وحي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. أهلا بك دكتورة. وأيضا ستنضم إلينا لاحقا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد. نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالتغطية. ثنائية تلازمت في سنوات ما بعد الاحتلال كانت أساسا لكل المآسي التي تجري في العراق، إنها ثنائية الفساد السياسي وانتهاك حقوق الإنسان التي تمارسها عصابات وميليشيات مسلحة وقوات حكومية في بلد يغيب فيه القانون وإن حضر فبعين واحدة. حالات انتهاك حقوق الإنسان في العراق أكثر من أن تحصى، لا سيما ما تعرضت له المرأة العراقية التي لا تكاد تمر فترة إلا وتظهر معها ضحية جديدة تثير حالة من الغضب الشعبي تجاه امتهان كرامة العراقيات والاعتداء عليهن، ثم ما تلبث أن تنسى لتظهر جريمة أخرى تؤكد أن غياب القانون يجعل الباب مفتوحا أمام تكرار تلك الجرائم التي يندى لها الجبين وتستحي منها حتى وحوش الغاب. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن الجرائم البشعة بحق المرأة العراقية تتعاقب على يد القوات الحكومية وميليشياتها التي تتبادل الأدوار، حتى أضحت حوادث اعتقال النساء والاعتداء عليهن واغتصابهن في الأشهر الأخيرة ظاهرة تكاد تكون ممنهجة تظهر حجم الإجرام الذي يرتكب بحق الشعب العراقي في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. وأكدت الهيئة في بيان أن هذه الانتهاكات الصارخة ما كانت لتحصل لولا الخنوع الحكومي للقوى السياسية المتحكمة في العراق وميليشياتها واعتمادها سياسة تأمين الإفلات من العقاب للذين استباحوا دماء العراقيين وامتهان كرامتهم في ظل حكومات المحاصصة الطائفية التي أثبتت أنها الاحتياطية الإيرانية المخبأة لمثل هذه الظروف. وقائع مؤلمة تتكرر كل حين تزيد من حالة اليأس والغضب لدى أبناء الشعب الناقم على نظام المحاصصة الطائفية الذي حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق في ظل ظروف إنسانية مأساوية لتقرب هذه الجرائم والانتهاكات النظام الفاسد من نهايته المحتومة. أبدأ معك أستاذ نظير هذه التغطية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة العراقية. حملات الاعتقال للنساء العراقيات منذ عام 2003 لم تتوقف. النساء العراقيات مبتلات بالفقر وكذلك التشرد والنزوح وقتل ذويهن واعتقال ذويهن وأبنائهن، مع ذلك يتم اعتقالهن. ما هو الأسباب أو ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه الحملات المتكررة لاعتقال النساء والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء من بعد العام 2003 وحتى الآن؟ نعم، الحقيقة والله الكلام في هذا الموضوع وما يخص نساء العراق وما يتعرضن له من تعذيب ومآسي بحقهن، يعني الحقيقة موضوع صعب والكلام فيه مؤلم. يعني نحن كعراقيين كمجتمع عراقي لم يسبق لنا أن تكلمنا عن موضوع انتهاك للمرأة، حتى في العهود السابقة والأنظمة السابقة التي توالت على حكم العراق لم تكن هذه الأنظمة تتجرأ إلى الوصول إلى خطوط حمراء بالنسبة للمجتمع العراقي. المجتمع العراقي كما تعلم، ولربما من يسمعنا من العرب وبلدان أخرى، تعتبر من الخطوط الحمراء، بل أن موضوع الاعتداء على النساء والخوف من الخشية من الاعتداء عليهن ربما يجعل الرجل يحجم عن مواقف كثيرة خشية أن تجر هذه المواقف على اعتداء على الأسرة العراقية أو على النساء العراقيات. لكن الآن نتكلم عن موضوع أن يتم التعامل مع النساء وكأنهن مجرمات وكأنهن يعني ارتكبن جرما عظيما بسبب انتمائهن ل يعني مناضل ما أو لطائفة ما، ويتم تعذيبهن والتعامل معهن
بشكل ساثر، بحيث ان هذا الشيء يعني وانت ترى هذه الامور تستعجب. هل نحن في العراق يعني هذا الشيء لم نسمع فيه قبل الاحتلال؟ وعندما يعني تعيد التفكير في هذا الموضوع ويعني تسهب في الوقت للتفكير في هذا الشيء، لماذا هذا النظام الحالي الذي جاء بعد الاحتلال يمعن في أذية المرأة وامتهانها وإهانتها وتعذيبها؟ ربما لا ننتهي إلا إلى حقيقة واحدة، إن هؤلاء هذا النظام الحالي والذي هو مدعوم إيرانياً يعلم ما للمرأة من مكانة عند العراق الحر، لذلك هو يحاول أن يتم ترويض العراقيين وترويض الأحرار من خلال الاعتداء على نسائهم وعلى حرائرهم، ذلك لأنه يعلم بالنسبة للعراقيين هذا الموضوع صعب وخطير جدا، ربما يجعل الرجل يحجم عن فعل أي شيء إذا ما علم أن زوجته وابنته وأخته ربما تتعرض للاعتداء وإلى الانتهاكات السافرة. ربما هذا هو التفسير الوحيد الذي يعني يفسر لماذا هذا النظام الحالي يعني يسفر في الاعتداء على النساء يعني الضعفاء. نعم. اسمح لي نرحب مرة أخرى بالدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة، كيف تصفين ما تتعرض له المرأة العراقية، النساء العراقيات، من عمليات اعتقالات واعتداء سافر وانتهاكات بحقهن منذ العام 2003 وحتى الآن؟ نعم، يعني بالتأكيد تم توثيق العديد من التقارير حول ما تتعرض له المرأة في العراق من عمليات اعتقال وعمليات انتهاكات، يعني أصبحت ممنهجة ومنظمة منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. نحن نعرف جيدا أن مآسي عديدة وكبيرة تعرضت لها المرأة في العراق، خاصة في أوقات الحرب. العمليات العسكرية مثلا الأخيرة على العراق في على المدن بذريعة يعني محاربة الإرهاب، تم اتخاذ هذه الذريعة لممارسة مختلف أنواع الانتهاكات، من الاعتقالات إلى التغييب إلى القتل إلى النزوح، وما يتعرض له النساء في مخيمات النزوح من انتهاكات فظيعة ومريرة، إضافة إلى الاعتقالات التي مارس بحق النساء وتغييبهن، بإضافة إلى ذلك ممارسة أبشع أنواع صور التعذيب التي تمثل في الاغتصاب في أثناء فترة الاعتقال أو الحبس. يعني لا يمكن أن نغفل ما وثقته منظمة Human Rights Watch من عبر تقريرها لا أحد آمن في العراق عن وضع المرأة في المعتقلات وما تعرض له من إهانات ومن صور مختلفة من الانتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب دون أن يتم معاقبة أو محاسبة أي من الذين كانوا قد ارتكبوا هذه الانتهاكات، بل لا زالوا أحرار وطلقاء ويمارسون لحد الآن هذه الانتهاكات، والتي أيضا شجعت من جاء بعدهم في الاستمرار في مثل هذه الانتهاكات إلى أن وصلنا إلى عام 2020 والوضعية من سيء إلى أسوأ، وهذه الحملات المنظمة ضد نساء العراق مستمرة دون مراعاة لا قوانين إنسانية ولا قوانين موضوعة ولا حتى الشرائع والأديان السماوية. في مختلف دول العالم حرية المرأة ووضع المرأة محترم بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الطائفة، لها وضعها الخاص ولها الوضع المحترم والذي تؤكد عليه حتى إعلانات حقوق الإنسان واتفاقيات الخاصة التي تعزز دور المرأة ووظيفتها الحيوية في المجتمع وكيفية الحفاظ عليها في أوقات السلم وفي أوقات الحرب. ولكن مع الأسف الشديد ما يحدث في العراق هو عكس هذا جميعه، والانتهاكات المستمرة ضد المرأة دون محاسبة ودون أن يتم حتى يعني تشريع قوانين تحد من هذا العنف، تشريع محاسبة المقصرين أولا على هذه الأفعال الدنيئة. نعم. ابقي معي دكتورة، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني من أهداف الاحتلال الأمريكي يعني تدمير العراق، ووصل العراق إلى ما هو عليه الآن من سوء في الأوضاع الاقتصادية وفي الأوضاع الإنسانية
المجتمعية والبيئية وعلى جميع الصعد. هل كان استهداف المرأة من ضمن المشروع الأمريكي؟ أنا أعتقد أن استهداف المرأة هو ليس هدفا بحد، يعني إنما هو وسيلة للوصول إلى غاية. وأنا أعتقد أن الغاية هو تحطيم المجتمع العراقي، تحطيم اللبنة الأساسية لهذا المجتمع اللي هي هو الأسرة، والأسرة أحد أهم أركانها هي المرأة، الزوجة كانت أو البنت أو الأخت. وبالتالي يعني الأمريكان أو حتى الإيرانيون إذا أرادوا ترويض هذا المجتمع، يعني جعل هذا المجتمع يتقبل كل المساوئ التي ممكن أن تحدث دون أن يكون له رد فعل غاضب أو رد فعل رافض لهذا الشيء، هو تحطيم هذه اللبنة الأساسية المتمثلة بالأسرة. ذلك عندما يتم امتهان المرأة، عندما يتم الوصول إلى مرحلة بأنه تنتهك كل الخصوصية الخاصة بالمرأة العراقية ولا تجد من يدافع عنها، بل إن حتى ذويها لا يستطيعون الدفاع عنها بسبب هذا النظام القمعي. وبالتالي إذا ما استمر هذا الحال وقت طويل سوف تتغير حتى بنية المجتمع العراقي. هذا موضوع خطير. وإذا ما تغيرت، وهذا هو ما يريد الاحتلال، إذا ما تغيرت فأي أجندة يريدها الاحتلال يستطيع فرضها، بدليل أن هذا المواطن الذي لم يستطيع الدفاع عن محرمات تخصه شخصيا هو بالتالي أدعى لأن لا يعترض على خطط أخرى، وهذا هو الغاية الأساسية للاحتلال. بعد ما يسمى بالحرب على داعش أو الحرب على الإرهاب وغيرها، تتحدث الميليشيات عن أنهم يصفون أنفسهم هم حماة الأعراض. المرأة العراقية هنا بالنسبة لإيران ماذا تمثل؟ أنا يعني فقط أريد يعني أركز على هذا الحديث. هذا الحديث هم يقصدون العكس، يعني هؤلاء الأوباش، يعني أوباش العصر أو يعني فسد وفساق العصر الذين يعني يبررون هجمتهم الهمجية على المناطق السنة والمناطق التي كانت تحتلها داعش بأننا جئنا لنحرر نساءكم، نساءكم قد انتهكت أعراضهم من قبل داعش، وأنتم ماذا فعلتم؟ فعلتم أسوأ ما فعلت منه داعش. والحديث عن هذا الموضوع يجعل أنه إن هناك عرض فئة وشريحة كبيرة من المجتمع منتهكة، وهؤلاء هم جاءوا لصون هذا العرض. لكن ما يحدث هو العكس. الآن الميليشيات سواء بطرفها العشائري أو بطرفها الميليشياوي الشيعي يرتكبون الآن أيضا انتهاكات خطيرة بحقوق المرأة وحقوق المجتمع العراقي بشكل عام. وهي الحادثة التي حدثت لطفلة من الموصل جديدة ولكن لم تكن الأولى، هي سبقتها حوادث كثيرة، وهذه حوادث جديدة الآن تحدث لطفلة. بل الأدهى من هذا أن النظام السياسي وكذلك النظام القضائي يبرر مثل هذه الجرائم بدليل أن الأركان الجريمة لم تكتمل، بدليل أن شهادة هذه الطفلة التي تعرضت للاغتصاب لا يعتد بها كونها طفلة. والشيء الأكثر من ذلك أن يبررون بأن من قام بالجريمة هم شابين مراهقين، مراهقين بمعنى أنهم دون 18. كيف لكم أن تجعلوا من أفراد الميليشيات من هم دون 18؟ بمعنى أنكم جنتم أطفال، وهذا أمر خطير. هم يعني يحاولون التخلص من جريمة ويدخلون في جريمة أخرى. هم الآن يعترفون بكلام واضح وصريح بأنهم يجندوا الأطفال بدليل أنه بالتبريرات أنهم هؤلاء مراهقين بمعنى أنه دون 18. الأمر يعني من فوضى إلى فوضى، من جريمة إلى جريمة، والحال يمر هكذا وكأن الأمر لا شيء، وكأنها حادثة عابرة لم يحصل، يعني لا تحتاج إلى أن يكون رد فعل قوي عليها. طيب دكتورة فاطمة العاني، يعني الانتهاكات التي ترتكب منذ عام 2003 وحتى الآن بحق الشعب العراقي وليس آخرها النساء العراقيات، هي انتهاكات يصفها البعض أنها ممنهجة، ولكن ما هو تأثير أو الآثار التي تخلفها هذه الانتهاكات على المجتمع العراقي؟ طبعا يعني مثل هذه يعني هذه الأفعال الوحشية أقل ما توصف بها
لها آثار سلبية كثيرة، اجتماعية ونفسية وحتى اقتصادية. يعني مثل هذه الأفعال يلجأ لها مرتكبوها من أجل أهداف إرهاب أو إذلال أو انتقام من تمارس ضدهم هذه الأفعال. نحن نعرف جيدا أن للمرأة مكانة يعني خاصة في جميع المجتمعات، ليس فقط في المجتمع العراقي. هذه المكانة نابعة من كونها مصدر للحياة. إذا يعني حدث وأصبح هناك جرح كبير يمس هذا الكائن، هذا بالتأكيد سوف يكون له تأثير سلبي على المجتمع، سلبي على الحياة الاجتماعية، سلبي على نفسية المرأة، يعني قد تؤدي حتى بالمرأة إلى حالات الانتحار. عائلة المرأة سوف تشعر بالعار، سوف تشعر بالإذلال وبالإهانة، حتى أنهم لن يستطيعوا مواجهة المجتمع. وليس فقط عائلة من تمارس بحقها هذه الانتهاكات الفظيعة، أيضا لا ننسى عشيرتها وقبيلتها، خاصة في العراق معروف الروابط الأسرية والعائلية التي تمتد للقبيلة، والدفاع عن شرف المرأة يعني واجب وحق عليهم. هذا يعني هناك دورة جديدة من العنف سوف تظهر في المجتمع، وهذه بالتالي لها آثار سلبية كثيرة. إضافة إلى ذلك، يعني إذا ترتب على هذه الحالة من ولادة أطفال أو غيرها، أين سوف يكون مصير هؤلاء الأطفال؟ حتى القوانين في العراق لا تحمي مثل هذه الأفعال. إضافة إلى ذلك، مثل هذه الجرائم سوف تؤدي إلى إحداث يعني شعور داخل المجتمع بفقدان الأمن، وأيضا بإطلاق يد المجرم بصورة أكبر، وهذا يعني أن هناك سوف تستمر هذه العمليات وسوف تستمر يعني هذه الانتهاكات. إضافة إلى ذلك، نحن نعرف جيدا أن يعني الآثار النفسية التي سوف تحدث للمرأة أيضا سوف تؤثر على تفاعلها في المجتمع، على طريقة تعاملها في المجتمع. طبعا من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حرمان المرأة حتى من حريتها، حتى ممارستها، حتى لحقها في العمل والحصول على لقمة العيش بداعي الخوف على حياة وعلى المرأة من أن تحدث لها هذه الأفعال. إضافة إلى ذلك، شخصية المرأة سوف تتأثر أيضا بصورة سلبية، هذا سوف يحط من نظر المرأة إلى شخصيتها، وسوف يعتبرها كائن ذليل ومهان ليس له أي قيمة. نعم. نعم. أستاذ نظير، اعتقال النساء والاعتداء عليهن وحتى اغتصابهن، يعني كيف تنظر إلى علاقة هذه الجرائم بثنائي القوات الحكومية في العراق والميليشيات والأحزاب أو الأحزاب وميليشياتها؟ هل هناك علاقة ما بين القوات الحكومية والميليشيات في هذه الانتهاكات، أم أن الانتهاكات مقتصرة فقط على الميليشيات المدعومة من إيران؟ يعني أنا أجد من الصعب أنه نتحدث عن قوات ميليشيات وقوات حكومية، لأنه هذا الشيء من هذا الشيء. يعني كما تعلم أن القوات الحكومية الحالية هي تم تأسيسها بعد الاحتلال على يعني أساس الميليشيات التي قدمت من وراء الحدود، وبالتالي فتجد هناك تناغم ويعني تشابه بالأسلوب. ما تفعله الميليشيات لا يختلف كثيرا عما تفعله أيضا القوات الحكومية، لذلك تجد الاعتداءات هي على قدم وساق من قبل جميع هذه الأجهزة الأمنية، سواء ميليشيات أو قوات حكومية، بل إن بعضهم أحدهما يرمي الكرة على الثاني بأنه هو من قام بهذه الجرائم. ما يحدث الآن يعني في الموصل وباقي المناطق المحررة من اعتداء على النساء بطريقة مهينة من خلال السب والشتم والإذلال، بل إن يعني في منطقة الشورى أجبروا النساء على القيام بحركات بذيئة بتهديد السلاح، بل إن بعضهم يعني معتقلات. ولحد الآن هذه الامتهانة من يأخذ يعني العقوبة والقانون عليها؟ يعني هناك حقيقة إذلال للمرأة العراقية، ولا يوجد أحد يدافع عنها، لأن من يقوم بهذه الاعتداءات هو نفسه هو من يسيطر على القضاء، هو من يسيطر على الدولة العراقية. لذلك الشعب العراقي لا يجد أحد يناصره،
والأفظع من ذلك والأكثر ألما بأن المنظمات الدولية، المنظمات الحقوقية، يعني من يعني عدا الكلام الذي يتكلموه، لا يوجد هناك أي قرار أو إدانة حقيقية للنظام الذي يفعل هذه الأمور. يعني الحالة العراقية يمكن توصيفها بأن هناك شعب عراقي أسير تحت هذا النظام الذي متكون من ميليشيات وقوات حكومية أصلها كان ميليشيات، ويمارسون كل أعمال العنف وأعمال الإذلال. طيب، بحق الشعب العراقي. سنرى، اسمح لي أنتقل إلى الدكتورة فاطمة. الدكتورة فاطمة، يعني البعض يصف حال المرأة العراقية أنها أسيرة بيد الميليشيات في العراق، حقوقها منتهكة، ليس لها أي حقوق، في حين أن المجتمع الدولي بكل وسائله الإعلامية، بكل منظماته المجتمعية، بكل ما نسمع عنه أنه مجتمع يعني يحرص على حقوق المرأة وعلى المساواة ما بين المرأة والرجل، والكثير من المصطلحات والنظريات التي نسمع بها ونشاهدها في دول الغرب، يعني في دول العالم كله، ولكن في الحالة العراقية عندما كان الاحتلال يروج لمبرراته لاجتياح العراق وغزو العراق وتحريره بحسب ما يقول هو من أجل نشر الديمقراطية، والآن الميليشيات تتسيد الموقف في العراق، نتساءل هنا عن يعني المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي لم تتوقف عن إصدار التقارير التي تصف بها الوضع المزري للمرأة، ولكن هل من تحرك فاعل لنصرة المرأة من هذه الانتهاكات؟ يعني بالتأكيد لا يوجد لحد الآن أي تحرك فعلي. يعني الدور الذي تقوم فيه مثلا الأمم المتحدة بالرغم يعني من يعني كما تفضلت من التقارير الموثقة عن الوضع المأساوي والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة، مع هذا تكتفي فقط بالتنبيه الحكومة العراقية إلى ضرورة يعني الإسراع بإنجاز بعض القوانين التي تخص العنف ضد المرأة وغيره. ومن جهة أخرى يعني يساندون ويدعمون الحكومة بكافة الطرق، ومنها العمليات العسكرية ودعم خاص ومساعدات تقدم لقوات الأمنية من جيش وشرطة وحتى الميليشيات، دون أن يكون هناك في نفس الوقت مراعاة لما تقوم به الحكومة، موازنة، عملية موازنة بأن هذه الحكومة مستمرة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ليست فقط ضد المرأة بل الشعب العراقي على العموم، ولكن من جهة أخرى هم يمارسون كافة صلاحياتهم من تقديم مساعدات وغيرها في سبيل أن تستمر هذه الحكومة. إذن المجتمع الدولي الآن طريقة يعني التنديد وغيرها هذه لم تعد نافعة، لأن الانتهاكات مستمرة. هناك لابد من اتخاذ خطوات ضغط على الحكومة أقوى من ذلك، قطع للتعاون مع هذه الحكومة، تعليق عضوية الحكومة في عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. يعني فقط حدثت حادثة كانت تقريبا يعني هي الأكثر أهمية، أن مجلس حقوق الإنسان تم يعني استبدال عضوية العراق بعضوية بلد آخر، وذلك بعد أن ثبتت انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق منذ انطلاق التظاهرات. ولكن تقدم في سبيل يعني استرجاع المرأة لحقوقها لم يحدث لحد الآن، وخاصة ما شاهدناه من انتهاكات فظيعة خلال يعني التظاهرات الشباب في أكتوبر 2019. لم تتحرك الجهات رغم أن هناك عمليات قتل ممنهجة ضد النساء، انتهاكات ممنهجة، تعذيب ورمي الجثث في الشوارع للنساء. هذا موقف الحقيقة سلبي للمجتمع الدولي لحد الآن تجاه المرأة وتثبيت حقوقها. طيب دكتورة، نعم، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، الحكومة تقوم بتأمين سياسة الإفلات من العقاب بحسب ما يرى الكثير من المراقبين، يعني تأمين سياسة الإفلات من العقاب، لا مساءلة، لا محاسبة، الأمر يسير هكذا، يعني إن حصلت جريمة هنا أو هناك يتم تشكيل لجان
من أجل البت بهذه القضايا، ولكنها تذهب هباء مع الريح. يعني عدم وجود نظام للمساءلة والمحاسبة هنا، يعني غياب القانون عن كل ما يجري من انتهاكات بحق العراقيين وخاصة المرأة، هل من أهداف سياسية تقف وراءها؟ يعني أنا أرى أن أي دولة لا يكون القانون فيها هو الذي يسود، ولا يكون للقضاء هو الكلمة الأخيرة في هذا النظام، هو بلد عبارة عن عصابات، يعني بلد تحكمه عصابات، وهذا بالضبط ما يحدث الآن في العراق. فالمجرم يفلت بسهولة من العقاب، حتى هذه الحادثة الأخيرة في الموصل لم تثبت الجريمة على هذين المجرمين الذين اغتصبوا الطفلة في الموصل، ووجدوا لهم مبررات عديدة، كون أن هؤلاء المغتصبين لهم علاقة قرابة مع أحد النائبات في البرلمان، وبالتالي هذا القضاء الذي يحلل الجرائم ويبيح الجرائم سوف يؤدي بالنهاية إلى أن المجتمع هذا يعتبر يعني تشجيع على الإجرام. عندما يفلت المجرم من العقاب هذا تشجيع من وحتى جميع الجرائم التي ارتكبت أثناء قتال مع عصابات داعش، كل الجرائم التي حدثت تم تشكيل فيها لجان، وهذه اللجان لحد الآن لم تعرف نتائج تحقيقاتها، وذهبت أدراج النسيان، بل إن حتى يعني المنظمات الحقوقية العالمية لم تعد تتكلم في هذا الموضوع، بالرغم أنها قد فضحتهم في حينها. ولكن ما هي الإجراءات القانونية؟ هل سوف يتم تقديم هؤلاء الجناة إلى محاكم دولية، كون أن القضاء العراقي لا غير مؤهل للقصاص من هؤلاء المجرمين؟ بل ان يعني الميليشيات عندما ترتكب جرائمها هي لا تخشى من شيء، هي توثق تلك الجريمه وتتحدى ايضا، تتحدى بان من يقف يعني او يضرب على يدهم، يعني هم متحدين لانه يعرفون انه لا احد سوف يسائلهم عن هذه الجرائم ولا يتم القصاص من اجلهم. وهذا الامر ليس استثناء يعني في اثناء القتال، انما الآن لا يوجد قتال ومع ذلك ترتكب الجرائم، يعني قتل النساء والاعتداء عليهن وقتل الرجال والناشطين والجرائم. يعني هذا الرجل اللي هو رئيس وزراء القاضي لزم شاربة وقال أنا أقتص من قتلة هشام الهاشمي، وينه الآن؟ حتى الحديث لا يتم الحديث عن هذه الجريمة، وكذلك الكثير. لكن أنا يعني حقيقة شيء مستغرب أنه تجد أن يعني من يسمون أنه جزء من الشعب العراقي يعني يعتدي على النساء، يعني كيف يحمل هذا شاربة؟ كيف يعتقد أو يدعي أنه رجل ويعتدي على نساء وعلى أطفال ويتفاخر بأنه لا يتم القصاص منه أو توجيه العقوبة إلا حقيقة؟ هؤلاء ليسوا جزءا من الشعب العراقي ولا يمثلون أخلاق العراقيين. حقيقة نحن كعراقيين نمر بفترة زمنية هي وصمة عار، هي فترة مظلمة يعيشها العراق، كون أن من يمسكون زمام الأمور في العراق لا يمتون لأخلاق العراقيين بصلة، ولا يمتون إلى قيمهم ودينهم بأي صلة، وإلا لا يمكن لعراقي شريف وحر أن يعني يفعل مثل هذه الأفاعيل ويعتدي على محرمات هي خطوط حمراء بالنسبة للشعب العراقي. دكتورة فاطمة، اتفاقيات جنيف الأربع والمصادق عليها أو بنود يعني صادق عليها العراق، تستفيد منها المرأة طبعا، وخاصة التي نصت على عدم الاعتداء على حق المرأة، على حياتها، على سلامتها النفسية البدنية، وكذلك عدم تعرضها للتعذيب، وكذلك منع الاعتداء على كرامة المرأة. هنا العراق وقع على هذه الاتفاقيات، ولكن عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن لهذه اللوائح وهذه الاتفاقيات لجنيف، يعني هل يعرض الحكومة للمساءلة القانونية؟ ومن الذي يمكن له أن يحاسب الحكومة في العراق؟ يعني في الحقيقة الحكومة العراقية يعني ومن يقومون بمثل هذه الانتهاكات ويعني يتفاخرون بها ويظنون أنهم سوف يفلتون من العقاب، طبعا هذا في التأكيد أمر خيالي.
الحقوق لا تسقط أولا بالتقادم. الحكومة العراقية سوف تتعرض أولا وأخيرا للمساءلة، إذا لم يكن الآن فبعد حين. يعني الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الدولية، العهد الدولية الخاصة بحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، حتى ميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جميعها تصب في نفس مصلحة المرأة أولا وأخيرا. الاتفاقيات هذه الاتفاقية تنص على حماية المرأة سواء في الحرب أو في السلم، والبروتوكولات الإضافية لجنيف يعني تضمن للمرأة كرامتها، موضوع احترام الخاص لها وكرامتها، وحمايتها من كل أنواع العنف الذي يمارس ضدها ومن مختلف النواحي. هذه الانتهاكات التي تمارسها الحكومة، إذا كانت الآن الحكومة تغطي على الفاسدين وعلى هؤلاء المجرمين، فهذا لا يعني أنه لن يتم تقديمهم إلى العدالة، وقد حدث هذا كثيرا قبل، يعني ليست الحكومة العراقية تظن نفسها هذه هي المرة الأولى. الكثير من كانوا عملاء ضد دولهم في الأخير وعند أقل حادث يتم شطبهم وتقديمهم إلى المحاكمات وتقديمهم إلى العدالة، خاصة إذا زاد الضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يلتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان في العراق. أولا يتم استحصال الحقوق بالاستمرار بالمناداة والتوثيق لأبسط التفاصيل لأي انتهاك يتم يتعرض له. على دكتورة سنأتي على موضوع توثيقكم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب لهذه الاعتقالات، لهذه الانتهاكات بحق النساء التي وصفتموها بأنها باطلة وانتقامية وطائفية، وكذلك ترويع النساء وضربهن وشتمهن. وكما ذكرت أيضا مفوضية حقوق الإنسان أستاذ نظير أن سجون النساء مكتظة وبناها منهارة. ماذا يعني أن المرأة العراقية تقف في طابور طويل من أجل معرفة أخبار ابنها المعتقل في سجن التاجي وغيره من السجون الكثيرة في العراق في هذا اللهيب، لهيب الصيف، وتقف بطوابير طويلة سواء زوجها أو ابنها أو أبيها؟ يعني هذا الأمر كيف تصفه وما تأثيره بالمستقبل على العراقيين؟ يعني هي محاولة للإمعان في إذلال النساء، إمعان في إذلال العوائل العراقية، ويعني أنا أفكر يعني إذا ما استمر هذا الحال كيف سينقسم المجتمع العراقي؟ يعني ما هو رد فعل هذه المرأة العراقية وكيف ستربي أطفالها في المستقبل وهي ترى هذه المعاناة التي تعانيها لمجرد أنها تريد أن تقابل زوجها أو أخوها المعتقل في السجون؟ هذا يعني إمعان في الإذلال. أنا فقط أريد أن أعقب على ما تحدثت به يعني دكتورة فاطمة حول يعني أنه المجرم يفلت من العقاب. قبل أيام ظهر كلام يعني من أحد النواب ما يسمى البرلمان العراقي، قال بأن عادل عبد المهدي حاليا خارج العراق، ونحن نعلم أن خلال سنتين التي حكمها عادل عبد المهدي ما هي الجرائم التي ارتكبت باسم هذه الحكومة باسم هذا النظام، وهو مسؤولية مباشرة عن تلك الجرائم، سواء الجرائم التي ارتكبت في ساحات التظاهر أو الاغتيالات والاختطافات التي حدثت خارج هذه الساحات، وهو عليه مسؤولية مباشرة عن هذا الشيء. نجد اليوم الآن يخرج من العراق، ولا بل يقول أنه نحن نستطيع أن نستدعيه إذا ما طلب القضاء ذلك عن طريق الانتربول. ومن استدعيته من قبل إلا خصومكم السياسيين كانوا يستدعوهم عن طريق الانتربول. لذلك هذا لا يوجد ثقة في هذا النظام القضائي العراقي، وهذا يعني الآن المجرم يعتقد اعتقادا جازما بأنه سيفلت بجريمته، لذلك هو يمعن بهذه الجرائم ويحاول أن يركز على الفئة المستضعفة من المجتمع العراقي اللي هي النساء. يعني لكن أنا يعني لا أعرف كيف يفكرون بهذه الطريقة وهم يمتهنون النساء. النساء حقيقة هي من تخرج الأجيال، فهذه المرأة التي الآن يعني تتعرض للاضطهاد، تتعرض للاغتصاب، تتعرض إلى كل الانتهاكات،
كيف ستربي الجيل القادم؟ يعني هذا إمعان في تقسيم المجتمع، هذا إمعان في زرع الحقائد ليس للجيل الحالي إنما للأجيال القادمة، وهذا موضوع خطير جدا. يعني إذا ما جاء أي نظام آخر أو إنه الشعب استلم زمام الأمور وكون مجتمع، يعني كون سلطة حقيقية منبثقة من المجتمع العراقي، كم سيعاني من أجل محو هذه الآثار السيئة التي خلفتها الميليشيات والنظام الحالي. حقيقة الجرائم التي ترتكب لا ترتكب بحق مرأة ما أو يعني إنسان ما عراقي، إنما هي ترتكب في حق مستقبل العراقيين، في حق عشرات السنين قادمة في مستقبل العراقيين، وهذا موضوع خطير جدا يعني في حق المجتمع العراقي. نعم. إذا نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نكمل التغطية. إذا شاهدنا سويا المشاهدين الكرام هذا التقرير الذي يمثل جزءا بسيطا من الصورة العاكسة التي تبين الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء في العراق. سوء أحوال اقتصادية، فقر مدقع، الكثير من التقارير الدولية تحدثت عن سوء الأحوال في العراق سواء كانت الاقتصادية أو ما يتعرض له العراقيون من شتى أنواع الظروف حتى في ظل جائحة فيروس كورونا، والمأساة تثقل كاهل المرأة العراقية بالإضافة إلى الملاحقات الأمنية والاعتقالات. الكثير من التقارير تتحدث عن موضوع النساء العراقيات وتعرضهن للاعتداء. نلاحظ طبعا توجهنا بالسؤال في البداية إلى الدكتورة فاطمة واستمعتم إلى ما أجابت به عن ردة فعل المجتمع الدولي تجاه ما يحصل في العراق. لماذا سؤالنا هنا أستاذ نظير، بما أنه الكثير من الأهداف السياسية يعني تقف وراء اعتقال المرأة وامتهان المرأة وتعرضها لشتى أنواع الانتهاكات، هنا يعني لماذا تدعم الحكومات منذ عام 2003 دوليا، تدعم من المجتمع الدولي ولا تنتقد ولا تحاسب ولا يعني تنشأ أي مراكز قانونية للمساءلة والمحاسبة ومتابعة أداء الحكومة فيما يخص حقوق الإنسان؟ هذا هو الأمر المستغرب، يعني أنه رد الفعل الدولي اتجاه الانتهاكات التي يقوم بها النظام وميليشياته في حق العراقيين بشكل عام أمر مستغرب، أنه لا تجد رد فعل قوي، بل الأكثر غرابة أن هذا المجتمع الدولي يدعم هذا النظام السياسي الذي يعني لا يمكننا أن نجد حسنة واحدة فعلها من 2003 ولحد الآن. يعني الآن لو أردنا أن نعمل إحصائية حول التغييرات الإيجابية التي قام بها النظام السياسي بعد 2003 ولحد الآن، لربما نجد المحصلة صفر، لم يقم بأي شيء. وحتى الأمور التي يعني يسيرون أمور الدولة فيها هي من بقايا النظام السابق أو بقايا الحكومات السابقة التي حكمت العراق، بالتالي لم يقدم هذا النظام السياسي شيء جديد، وتراه بنفس الوقت مدعوم من دولة الاحتلال الأولى اللي هي الولايات المتحدة، وتم الاستيلاء أيضا على هذا النظام السياسي من قبل إيران وتدعم. يعني أنا يعني أستطيع أن أفسر ما هي الدوافع التي جعلت إيران تفعل هذا السوء وتدعم هذا النظام الذي يثخن بحربه ضد الشعب العراقي، كون أنها هي تحمل أحقاد يعني قديمة عن العراقيين وتستدعي ثارات حرب الثمانينات التي
يعني علمت درسا للنظام الإيراني، بل هي تستحضر ثارات قديمة، كون أنه الدولة الفارسية التي يطمحون بتشكيلها من جديد تعتقد أن العراقيين أو العرب بشكل عام هم كانوا مسؤولين عن سقوط هذه الدولة أو الإمبراطورية العظيمة الفارسية كما يعتقدون، وبالتالي هم يريدون أن ينفسون عن أحقادهم هذه من خلال إذلال هذا الشعب العراقي، ولو توفرت لهم الفرصة على إذلال باقي الشعوب فهم لا يقصرون. أنت ترى ماذا يحدث في سوريا، وترى ما يحدث الآن في اليمن، ولربما إيران إذا ما تمكنت لديها استعداد لإذلال كل العرب ثأرا لنظامهم أو إمبراطوريتهم التي يعني أفل نجمها بسبب الفتوحات الإسلامية. لكن الأمر الآخر، أنا أجد المجتمع الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة أيضا تدعم هذا النظام، وإذا ما كانت لديهم مشكلة مع بعض أطراف هذا النظام فهي ليست مشكلة مع النظام نفسه، إنما لديهم مشكلة مع ولائهم لإيران التي هي تعتقد أنها خصم حاليا. لذلك تجد هي ليست لديها مشكلة بتصرفات النظام ضد شعبه، إنما لديها مشكلة لولاء هذا النظام لإيران، وهي مستمرة في دعم هذا النظام، وتعتقد أنها قد قامت بنقل تجربة ديمقراطية جديدة للعراق. وكما يعني انظر إلى مدى القبح الأمريكي، يعتقدون أن هذا النظام العراقي سوف يكون مثالا يحتذى بالديمقراطية لدول المنطقة. يعني سخرية من الشعوب. يعني ماذا قدم النظام العراقي ليكون مثالا يحتذى بالنسبة باقي الشعوب؟ لكن أنا أعتقد أن الغرب لديه، وعلى رأس الولايات المتحدة لديه مصلحة بأن يبقى العراق بهذه الفوضى، ولا ربما فوضى أخرى، وإذلال وإمعان في إذلال الشعب العراقي، كونه لا يريدون أنه يكون ندا لإسرائيل. المصلحة الإسرائيلية بالنسبة للولايات المتحدة هي حالة مقدسة، لذلك هم يمعنون في إذلال العراقيين. نعم، اسمح لي أنتقل للدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، الكثير من الأساليب للتوثيق لهذه الانتهاكات والجرائم يعني اتبعت من قبل المراكز المتخصصة الحقوقية والقانونية، ما هي أساليبكم في توثيق الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء في العراق منذ 2003 وحتى الآن؟ نعم، يعني بالنسبة للمركز العراقي توثيق الحرب، يعني نحن نعتمد في الدرجة الأساس في توثيق هذه الانتهاكات على توافر معلومات من الأماكن التي تحدث فيها هذه الانتهاكات، من أشخاص، من السكان المحليين في هذه المناطق، من الذين يتقع بحقهم هذه الانتهاكات، عوائلهم، أسرهم، ذويهم، بذاتهم. يعني الكثير من يعني المعلومات حصلنا عليها من أقرباء للأشخاص الذين وقعت بحقهم هذه الانتهاكات، وبالتواصل معهم وتقديم والبحث في عن تفاصيل أكثر عن كل انتهاك وكل حادثة تقع، ومتابعة مثل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم من أجل يعني معرفة مجريات وما سير هذه القضايا. دكتورة، ذكرتي أن هذه الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم، هل هناك أرضية مستقبليا ممكن أن تؤهل وتهيئ من أجل تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى محاكم مختصة، يعني هذه المحاكم تكون صفتها دولية؟ نعم، بالتأكيد، يعني نحن نطمح إلى مساعدة ومعاونة المراكز الحقوقية العالمية التي تعني بحقوق الإنسان من أجل يعني تثبيت هذه الملفات ويعني فرزها ويعني إيجاد حالة قوية وثابتة نستطيع الاستناد عليها من أجل
الاستمرار بالمطالبة بحقوق هذه هؤلاء الذين تعرضوا إلى الانتهاكات. يعني مثلا هناك الكثير من القضايا التي تم غلقها، يعني ليست نعني هنا فقط قضايا اغتصاب أو حالات انتهاكات التي تعرض لها النساء، الكثير من القضايا التي تم غلقها بسبب ضعف مثلا الأدلة وضعف المعلومات المقدمة وغيرها، ولكن مع الاستمرار بمتابعة مثل هذه القضايا وحث الأفراد الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات أو أسرهم أو ذويهم الذين الآن يعني هم معنيون كثيرا باستحصال حقوق من تعرضوا من ذويهم لهذه الانتهاكات، من أجل أن يعني الاستمرار في المطالبة بحقوقهم. وإضافة إلى ذلك، نحن كما تفضل الأستاذ نظير، يعني وجود حكومة وطنية تدعم هذه القضايا. نحن نعرف جيدا أن يعني الحكومات هي أولا وأخيرا من تساند قضايا مواطنيها باعتبارها المعني الأول والأخير باستحصال حقوق المواطنين. هذا أيضا سوف إذا حدث إن شاء الله تغيير جذري في العراق وحكومة وطنية وناس وطنيين يحكموا العراق، هذا سوف أيضا يساهم في الدفع بجدية في استحصال حقوق كل من تعرضوا إلى انتهاكات. ولكن أولا وأخيرا نحن نطالب الجميع بالاستمرار بالمطالبة بالحقوق وعدم التخلي عن واجباتهم الإنسانية. شكرا لك دكتورة. أستاذ نظير، يعني الناشطات في العراق من العراقيات تعرضنا إلى الانتهاكات، إلى التعذيب، إلى الاعتقال، إلى القتل المباشر عن طريق يعني ميليشيات أو عن طريق عناصر قاموا باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، وأمام شاشات التلفاز وأمام الفضائيات ووسائل الإعلام الأمر أصبح علنيا. يعني هل هذا يعني أن من يقف أمام نظام المحاصصة أو السياسيين ويستهدف مصالح السياسيين ويستهدف كل صفقاتهم الفاسدة وكل تعاملاتهم مع الشعب يتعرض لعمليات القتل؟ الحقيقة أن يعني النظام العراقي الحالي يقولها بطريقة صريحة وواضحة للجميع، من يقف أمام هذا النظام كائنا من كان، امرأة أو رجل، سوف يتم تصفيته، وبالذات من لديهم على قولتهم لسان طويل أو ناشط في أو لديه قلم أو قلم يكتف به. يعني هؤلاء هم أول المستهدفين. يعني أنت تذكر أخي في بداية التظاهرات، يعني قبل كانوا يبرمون المتظاهرين يبرمون موعدا لهذا التظاهرات، تم قتل ناشط هو وزوجته في البصرة. شاهدنا المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في تظاهرات ثورة تشرين. وماذا فعلت الميليشيات وفعل الطابور الخامس لهذه الميليشيات والذباب الإلكتروني؟ كانوا يتهمون الناشطات والمتظاهرات بعفتهم ويتهمونهم بشرفهم. يعني أمر غريب من هذا النظام أنهم لا يتعاملون سوى بهذه بقضايا الشرف. وأنا أقول أن فاقد الشيء يعني الدافع الذي يجعلهم يتكلمون في هذا الشيء لأنهم يفقدوه. يعني ربما تفهم قصدي. أنا أقول يعني هناك خبر البارحة خرج على وسائل الإعلام العراقية بأن وزير العدل قد زار سجن الحوت ليطلع على يعني ما يحدث في السجن. الخبر كان عبارة عن خبر بالكلمات، لا توجد فيه صورة ولا فيديو ليوثق هذه الزيارة. وأنا أقول لهذا الوزير الجديد، يعني ألا تستحي على نفسك؟ ألا تستحي على شاربك؟ ألا تعتقد أنك إن رجل وأنت ترى في هذا السجن يوجد نساء ويوجد ناس معتقلين أبرياء؟ هل تسمح لك رجولتك؟ هل تسمح لك عراقيتك بأن ترى هذا العذاب وهذا الحيف الذي يعني يعانيها العراقيين في هذا السجن المشهور بانتهاكات؟ يعني في دقيقة مع ذلك واحدة لا تقول شيء ولا تفعل شيء. في دقيقة واحدة أستاذ نظير، يعني إدارة الدولة يعني منذ العام 2003 ماذا قدمت حكومات ما بعد الاحتلال؟ لا خدمات، لا كهرباء، اقتصاد منهار، بنى تحتية منهارة، هناك يعني قتل للثروة البشرية، هناك تعطيل للشباب، هناك اضطهاد للعراقيين واضطهاد للمرأة وللنساء. هل إدارة الدولة تكون بفتح السجون وإدارة السجون
ملئها بالمعتقلين والمعتقلات؟ أخي الكريم، يعني حتى هذا الأمر لم ينجحوا فيه، هم لم يعني يبنوا سجون جديدة، هي نفس السجون القديمة وأضافوا إليها سجون سرية عبارة عن بيوت أو أبنية تابعة للدولة وجعلوها سجون تفتقد لأبسط شروط حقوق الإنسان. أنا يعني أقول أن هذا النظام لم يقدم للشعب العراقي شيء، إنما هي فترة مظلمة حلت على العراقيين لابد أن تنتهي. من المستحيل أن يكون هناك دولة تمشي على رأسها عكس المطلوب، يجب أن هذا النظام في يوم ما سينهار، ولكن ربما بعد سقوط العديد من الضحايا سواء يعني رجالا أو نساء من شعبنا العراقي ثمنا لهؤلاء المجرمين. إذن كنا معكم ومع ضيوف الكرام في هذه التغطية الخاصة مشاهدينا الكرام لمناقشة قضية الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات بحق النساء العراقيات. في ختام هذه التغطية أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، وأشكر أيضا ضيفتي عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. شكرا لك دكتورة فاطمة. في ختام هذه التغطية تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.